واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. انظر لا أقول إلى حال الأمم في الأرض، ولكن انظر إلى حال أمة الإسلام اليوم. القبور والجبار والقصائد الشركية والاستغاثة بالأموات وسف التراب وتعليق الحجبات والخوف من الأموات والذهاب إليهم في طلب الولد والذرية والرزق والمدد والمطر والمال والغنى من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا ينافي ما دعا إليه إبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين. بل الليلة بقى في إذاعاتنا وتلفزيوننا يقول لك من كرامات شيخنا في قناة النيل الأزرق إنه ربنا سبحانه وتعالى أداه كن فيكون على لسانه. هذه ما قالها قوم إبراهيم ولا قوم نوح ولا قالها أبو جهل ولا أبو لهب. شرك طرق موجودة الآن اليوم تنشر للناس هذا الضلال وهذا الباطل وهذا الإشراك بالله. يقول لك تمشي تنادي الشيخ وتستغيث به والشيخ بيلحقك وبينفعك. وقال إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا في الحياة مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ما هو الفرق بين صنم عمل أبو جهل شلوه فرار من حجر أو شجرة أو غيره وبقى يصرف له العبادات وبين الليلة ناس كتار؟ يقول لك في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي كويس. يقول لك إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. يقول لك أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وتلقاه جايب له خروف تمام مواصفات السنة كلها مطبقة في الخروف ويقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. خروفك ده أكله مبجوز. واحد يقول ذراع من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. واحد يقول وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. جبريل ميكال إسراف عزراو هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي تطاوعني الأملاك بالجود والقرى. أجود على الناس وديهم اللي بيأكلوا ده شيخ الطريقة ميت في السوق الشعبي عنده طريقة لغاية ألمانيا أتباعه. قال وكل ذوات الكاف ترهب صولتي وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة. أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ده مضحي ليه؟ وماذا استفاد هذا المسكين؟ ماذا استفاد من قصة إبراهيم عليه السلام؟ والله يا أخوان الناس مدس رؤوس في الرمال الطرق والأحزاب والجماعات البلاوي سوتها في البلد دي خاصة ما بتمر إلا الناس ترجع للكتاب والسنة إلا تعلق قلوبها بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما قبائل رعل وذكوان وغيرها من القبائل قتلوا أصحابه وغدروا بهم ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام شهر، وفي رواية في البخاري كان يدعو على بعضهم بأسمائهم. ربنا نزل في القرآن ليس لك من الأمر شيء. ربنا قال لك ليس لك من الأمر شيء. ناس تلقاهم ماشيين لهم لقبة عشان يديهم الولد. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، الشيخ ده عنده مع الله شيء؟ عنده مع الله حاجة؟ ولذلك يا أخواننا مأساة التوحيد في السودان مأساة كبيرة جدا، مأساة كبيرة. يقول لك الشيخ ده الحاجة الرايحة نحن بنمشي له بيجيب لنا. تلقى البهايم معلقين فوق الورق ومعلقين فوق الحبات. يا ناس إن كل نفس لما عليها حافظ اللي بيحفظك منه أنت؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ربنا قال ومن هو
مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.